رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله في عليائه كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين 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 يا رب العالمين. ثم ما بعد، فمع الدرس السابع من دروس أحكام التجويد وصلنا إلى وتكلمنا عن الإحكام وتكلمنا عن مراتب الإخفاء. قلنا أن مراتب الإخفاء ثلاثة. نعم مراتب الإخفاء ثلاثة. هناك إخفاء قوي، الإخفاء القوي، وهي تكاد النون عندها تغم، تكاد النون تدغم، النون الساكنة والتنوين تدغم، وإخفاء وسط، وإخفاء ضعيف أو أدنى، وهي تكاد النون عندها تظهر، تظهر. قلنا أن المرتبة القوية تكون النون الساكنة عندها عند ثلاث أحرف، هي الطاء والتاء والدال. والدال. جيد. الإخفاء الضعيف وهي تكاد النون تظهر عندها، وهي عند حرفين، القاف والكاف، القاف والكاف، وبقية الحروف وهي عشرة أحرف عندها وسط، إخفاء وسط. تكلمنا أيضا عن الغنة، ولكن شيء لا بد من ذكره. الغنة تتبع الحرف الذي بعدها، لأن نعرف أن الحروف منها ما هو مفخم ومنها ما هو مرقق. عندي سبع حروف مفخمة والسبع علو حصدرة قذ. نعم، عندي حروف مفخمة، الحروف المفخمة هي حروف من سبع، خص ضغط قذ، هذه حروف التفخيم. وبقية الحروف حروف مرققة، حروف مرققة أو مستفلة. معي يا شيخ؟ هذه حروف مفخمة. معي؟ حروف مفخمة. طب هل الغنة عند الحروف المفخمة كمثل الغنة عند الحروف المرققة؟ ليس. الكيفية ليس، ولكن مقدارها واحد كما قلنا. مقدار الغنة مقدار حركتين. الغنة بمقدار حركتين. الغنة بمقدار حركتين. ولكن الكيفية، صفة هذه الغنة، هل هي غنة مفخمة أم غنة مرققة؟ نعم. فإذا جاءت الغنة عند حروف مفخمة تكون الغنة مفخمة، إذا جاءت الغنة عند حروف مرققة فهي غنة مرققة. تمام. ولذلك يقول أحد العلماء في متنه، يقول: وتتبع الألف ما قبلها، وتتبع وتتبع ما قبلها الألف، وتتبع ما قبلها. صاحب ليالي البيان: وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغن ألف. معنى هذا الكلام أن الألف يا جمعة تتبع ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مفخم فخمت الألف، وإذا ما كان قبلها مرقق رققت الألف، مثل خالد، مثل حامد، مثل صالح، مثل صالح مثلا نقول سامح، مثل طالح، مثل تامر، مثل قال، مثل كان. هذا حرف مفخم، هذا حرف مرقق. ظالم، مثل ظ
سالم او الثاء وهكذا. يعني كل حرف اذا ما كان قبلها حرف مفخم فخمت الالف، اذا كان ما قبلها حرف مرقق رققت الالف. حامد، خالد، هناك فرق. نعم. والعكس في الغن والف، اذا الالف تتبع ما قبلها. الغن عكسه، ما معنى عكسه؟ اي الغن تتبع ما بعدها. فاذا كان ما بعدها مفخم فخمت، اذا كان ما بعدها مرقق رققت. مثل منصور. طيب منثو. انظر الغنة هنا، الغنة مقدارها واحد. منثو، ولكن الكيفية هذه مفخمة وهذه مرققة مستفلة. معي مشايخ؟ لابد ان انتبه الى ذلك. تعالوا نذكر الامثله حتى لا تقول من الاخوان. هذه امثله كثيره، هذه 15 حرفا. قلنا ان النون الساكنه والتنوين، النون الساكنه تاتي من كلمه ومن كلمتين. معي مشايخ؟ والتنوين لا ياتي الا كلمتين، من كلمتين. الحرف النون الساكنة من كلمة أو كلمتين، كلمتين. تنوين ولا يكون إلا من كلمتين. قلنا عند الإمام الجمزوري جمعها في بيت، وهو صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمع. معي؟ دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ناخذ حرفا حرفا يا جمعة. الصاد، الذال معيها، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، ها، الدال، طاء، زاي، فاء، زد فيه الفاء، التاء، الضاد، الظاء. نعم يا شيخ. ونبدأ نذكر أمثلة وننظر كيف الغنى. نكتب على السبورة أم نقرأ؟ أقرأ عليكم أن نكتب بعض الأمثلة. بعض الأمثلة. نعم. نون الساكنة من كلمة عند الصاد نقول الأنصار. أنصار. منصور. نعم. يبقى إذن هنا النون أخفيت في الصاد. الأنص. بقيت صفته هي الغنة، والغنة هنا مفخمة لأن الصاد من حروف إيه؟ خصة دار تنقذ. معي؟ طيب من كلمتين مثل أن صدوكم عن المسجد الحرام. أن صدوكم عن المسجد الحرام. يبقى أنصى. ها نعم. تنوين مثل ريحا صرصرا. ريحا صرصرا. يبقى أنصى
أن صدوكم ريحا مصار. انظر الكيفية واحدة، سواء كانت من كلمة أو من كلمتين أو تنوين. الذال مثل وأنذرهم، انظر أنصى أنذرهم، النون مرقة، الغنة هنا مرققة. أنذرهم أنذ، ها معي؟ من كلمتين مثل من ذهب ولؤلؤ، من ذهب، من ذهب، ها تنوين. ظل ذي ثلاث شعب، ظل ذي ثلاث شعب. يبقى أنذرهم من ذهب ظل ذي، الغنة فيها واحدة وهي مرققة. معي سيدنا جمعة؟ نعم. نجلس ونتم الأمثلة حتى لا نطيل عليكم، واقرأوا معي، أنا أقرأ الكلمة وأنتم تقرؤون معي حتى نضبط النطق. أهم شيء هنا ضبط النطق، وننظر كيفية صفة الغنة، هل هي مفخمة أم مرققة؟ معي سيدنا حسين؟ طيب، أخذنا الصاد والزال، نأتي عند الثاء. الثاء مثل الأنثى، الأنثى، أنثى، نعم؟ مثل من ثمر، من ثمرة، من ثمرة الرزقة، من ثاء، من ثمرة الرزقة، النون مخفاة والغنة مرققة. معي مشايخ؟ قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، كيف يا جماعة؟ قولا ثقيلا عند الكاف، قولا ثقيلا عند الكاف مثله المنكر، المنكر، انظر المنكر هنا الكاف، والكاف كانت في المرتبة الأدنى من مراتب الإخفاء، أي تكاد النون تظهر. أصل الكلمة منكر، منكر، النون ظهرت، منكر، فأنا أخفيها قليلا، منكر، 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 تنظرون الفرق؟ منكر، منكر، ولكن أريد الغنة، منكر، 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 فتكاد النون هنا تظهر. ها نعم، وقلنا عند القاف والكاف. من كان، من اصلها من كان، من كان، ها من كان، من ك، من كان، انظر الاخفاء ضعيف، من، من كان. معي مشايخ؟ كتاب كريم، كتاب، كتاب كريم، أصل الكاف أك، كتاب، كتاب كريم. معي مشايخ؟ هذا أمر مهم يا ولدي. الجيم، وأنجينا، وأنجينا، وأن، الغنة مرققة، وأنجينا، نقول إن جاءكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاء، إن جاء، كذلك خلق جديد، خلق ج، ها معي؟ جيد. عند القاف انظر، القاف من المرتبة الأدنى، أي تكاد تظهر أيضا عندها مثل الكاف، نقول معذرة قبلها الشين، فأنشرنا، فأنشاء، إن شاء الله، إن شاء، إن شاء، تعرفون الإنشاء؟
الإنشاء يقولون درس الإنشاء إنشاء ها نعم إن شاء الله إنه غفور شكور غفور شكور القف إن أصلها انقلبوا 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 تنظرون فرقة انقلبوا انقلبوا أنا أنطق بالاثنين الإظهار والإخفاء ركز معي انقلبوا 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 أظهر الغنة إذا ظهرت الغنة يظهر الفرق إذا ظهرت الغنة يظهر الفرق انقلبوا 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 نعم والغنة هنا مفخمة انق ليس ان كان ان كان الغنة مرققة نعم انقلبوا الغنة مفخمة من قرار اصلها من قرار من قرار من قرار من قرار اظهر الغنة من قرار من قرار معي يا شيخ إنه سميع قريب سميع قريب نعم حكم الإخفاء هو ما يقع فيه الكثير 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 ضبط الغنة بالأخص عند حروف الإخفاء مع مشايخ أكثر حكم يتعب هو حكم الإخفاء ولكن إن شاء الله ليس متعب إن شاء الله بإذن الله عند السين نقول الإنسان هل أتى على الإنسان إنسان إنسان حين من الدهر نقول من سلالة من سلالة ورجلا سلما لرجل ورجلا سلم أو سلم الدال أندادا 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 هنا الإخفاء قوي ولكن الغنة مرققة يعني انظروا أنا إذا أردت أن أظهر النون عند الدال أنا كنت أظهرها عند الكاف والقاف إذا أردت أقول أندادا 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 طب انظر الإخفاء تظهر أنها بعيدة نعم ليس كمثل أن كان أن كان أن كان أن كان أن كان قريبا نعم نقول من دابة من دابة وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا نأتي على الحروف سريعة لأن جمعة ينظر في الساعة بقي لنا ستة أحرف يا جمعة الطاء بقنطار بقنطار هنا الإخفاء قوي والغنة مفخمة لأن الطاء من حروف التفخيم من طين من طين من طين صعيدا صعيدا طيبا صعيدا طيبة ازاي تنزيل الكتاب تنزيل تنزيل الكتاب من زوال من زوال صعيدا زلقا صعيدا زلقا الفاء فانفلق فكان كل فرق فانف فانف فانفلق من فضل الله من فضل الله نقول خالدا فيها خالدا فيها التاء انظروا إلى التاء تكاد النون عندها إخفاء تام قوي ولكن غنى مرققة مثل كنتم 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 ليس
كنتم، هذا خطأ كبير كبير كبير. كنتم، تكاد النون تظهر. كنتم، كنتم، ما الفرق؟ كنتم أنا أظهرت، كنتم أخفيت. ما الفرق؟ يكاد يظهر النون عند التاء، خطأ كبير جدا. أصله كنتم، كو هذا الكاف المضمومة، الكاف المضمومة. أخفي النون في التاء إخفاء تام، تكاد النون تضغم. كنتم، تم، تم، ليس كنتم، كنتم. أن النون تظهر، أن كن النون تظهر. نعم، انتبه لهذا. نعم، يقع فيه الكثير الكثير الكثير. نعم، من تاب، كنتم من تاب، من تاب. لأن هنا الحركة الفتح ما، أما هناك كانت الكاف مضمومة والتاء أيضا مضمومة. نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار. الضاد منضود، ظل منضود، ومن ضل، ومن ضل، وكلا ضربنا، وكلا ضربنا. ينظرون، ينظرون. من ظهير، من ظهير. الغنة مفخمة. ظلا ظليلا، ظلا ظليلا. وبهذا تكون الحروف قد انتهت، وبها ينتهي حكم الإخفاء. يقول الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف، ذا، ثنى، كم، جاد، شخص، قد، سمى، دم، طيبا، زد، في، تقن، ضع، ظالما. ويسمى الإخفاء هنا إخفاء حقيقيا، أي النون تخفى على الحقيقة، النون تخفى على الحقيقة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نبدأ إن شاء الله نقرأ آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. انظر جمعة. قال إني، إني. أغن النون المشددة ثم أمد الياء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني جيد. أعلم ما لا تعلمون. أعطي كل حرف حقه. النون المشددة أعطيه حقها، الياء المادية أعطيه حقها. قال إني، إني. نعم، قال إني أعلم ما لا
تعلمون؟ قال إني جيد أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني لا 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 فقال أنبئوني بأس فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بأسماء أحسنتم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم.